أو تأجيل إلا تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو عفو بغير وقوف أو ضمام بغير مضغام أو إهان بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتب أو قلة رغبة ورهبة إذا آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا يا الله ربنا وتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن.